سيدة فيروز، هناك لحظات في حياة الإنسان لا يمكن أن تتكرر، هناك لحظات في حياة الإذاعيين لا يمكن أن تتكرر. أنا بالنسبة لي هذه هي من اللحظات التي لا يمكن أن تتكرر لقائي معك، وأقولها بكل صراحة وليسمح لي المستمعون، أنا سعيدة جدا بلقائي بالسيدة فيروز. الله يخليك وديمكم مدام فيروز. أكيد بعد هالسنين كلها ما بتخافي قبل ما تطلع على المسرح، يعني في خوف بس يمكن أكيد عندك ثقة بالنفس وشجاعة قبل ما تطلع على المسرح. أبدا، الكلام اللي عم تقولي يا ريت ما انه موجود ابدا. انا بخاف كتير، وال اكثر من الحكي، يعني ما في اللي قديش بخاف. ليه بتخافي؟ عندك جمهورك وعندك الناس قدامك وعارفه انه بيحبوكي وعارفه انه حيسمعوكي. ما بفكر بها الاشياء اللي عم تقولي ليها، لانه دائما بحب فيروز تتخطى فيروز، يعني هو الخوف من فيروز دايما. أنا سمعت مرة وأنا حسيتها وقت اللي بتفرج عليك إنك عم بتغني كأنك عم بتصلي، هيك بيكون إحساسك؟ أكيد، لأنه ما بعرف لوين بروح بس بلش أغني. رولا خرسة، أفتكر أنت مصرية ومامتك لبنانية سورية؟ وعيلتي ماما لبنانية سورية، وعيلة أبويا من أصول لبنانية سورية، إنما جدتي اسكندرانية وبالتالي أصبح بابايا مصري. يعني أنت أنا من أصول عيلتي، أصلاً عيلة الخرسة دي أصولها الأصول لبناني سوري. شغلي التاني اللي أنا بحبه قوي شغل في العمق، أنا بحبه الـ الـ التحقيق، الشغل اللي هو سيمي دوكيومنتري بيسموه، اللي هو سفرني حتت أنا متهيألي معرفش بقى أنا ما عنديش برضو تفاصيل كتير عن ناس تانية، بس رحت فلسطين، رحت الخليل، وده كمان من الحاجات اللي ألهمتني وأنا بكتب. زرت قبر سيدنا إبراهيم في المسجد الإبراهيمي وستنا سارة، رحت طبعا القدس والكنائس اللي هناك، طبعا وستنا مريم كانت حاضرة موجودة بشدة في الزيارات دي، وطريق الألام. كل الشغل ده أنا نفسي 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 التلفزيون المصري يرجع يذيعه، أو حتى على الأقل ينزله على اليوتيوب، لأنه فعلا انا اظن ان ما حدش عمل الشغل ده. انت ما عندكيش كوبي منه؟ ما لا ما انا ما الحاجه التانية ان واحد من شغلي اللي هو الخاص بالخليل بالمسجد الابراهيمي وصل للنص، المرحله بتاعه جريمي اوورد. سؤالي الاخير وهرجع لكتابك مولودك الاحدث، هسالك عن عنوان الكتاب، فضحكت فبشرناها. فضحكت فبشرناها ليها حكاية معايا، هي طبعا آية من القرآن الكريم. أنا حبيت فيها، يعني حصلت لي حاجة غريبة قوي وأنا طول ما أنا أول ما خلاص بدأنا الاتفاق، أنا عايزة أشكر طبعا الدار اللي تعاملت واستحملت مني كتير جدا، دار دون لأنهم فعلا تعبوا معايا، تعبوا جدا لأنهم أمنوا بالمشروع ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، حتى العنوان أخذ مننا وقت كتير. كنت حاسة أنه عارفة ما تحسي حاجة بتفضل في ودنك مش عارفة تفكري في حاجة تانية، حاجة معلقة في ودنك يقولي تفكري في عنوان تاني مباشر أكتر عشان الكتاب يبيع، يعني لو مش عارفة أفكر في عنوان تاني مش عارفة أفكر في عنوان تاني. هي الآية منورة قدامي ومش قادرة أشوف حاجة تانية. فبعد كده اكتشفت أن الناس اعتبرت دي زي بشرة، يعني عندي عايزة برضو هنا أطلب من الناس تدعو الاتنين، من واحدة صاحبتي مصابة بالسرطان وجابت الكتاب وقالت لي ان الكتاب مثلا انها اعتبرت مجرد عنوان الكتاب بشرى ليها بالشفاء. فارجو لاي حد بيتفرج علينا يدعو لها بالشفاء، وفي ناس كتير جدا يا رب ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب. ففي ناس كتير قوي اعتبرت العنوان كانه بشرى بحاجه حلوه مبشر انه تفائلوا بالعنوان، وفي تاء التأنيس اهم حاجه، تاء التأنيث التي انتصرت وتنتصر لها رولا خرسة طوال الوقت، الإعلامية المقتدرة. شكرا للأستاذة الإعلامية رولا خرسة.